بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المقادير اللي عندي سهلة كتير وبسيطة وسريعة. بسكوت على السريع نعمله بالمعلقة. المقادير اللي عندي كوباية سكر حسب ما بتحبه أو كوباية ونص، معلقتين سمسم محمص، فانيلا سائلة وإذا بتحبوا كمان عادية، عندي بيضة، عندي هون معلقة صغيرة من اليانسون المطحون، عندي هون ذرة ملح، واحد بيكنج باودر، كوب يوغرت أو لبن، هون عندي كاسة زيت هاخد منها في الاخر اخلي للعجينة الفها فيها قد معلقتين، طحين عنا حسب العجينة ما تاخد. نبلش بسم الله، احط السكر واحط الزيت واخلي شوي مثل ما قلت قد معلقتين هيك هيون، واحط بيضة اخلطهم هلا منيح 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 مع بعض. لما السكر شوي يذوب يعني بدون مكسر ولا شيء على السريع، احط هلا اللبن بسم الله، احط هلا سمسم بسم الله، احط اليانسون اللي عندي، هلا احط الملح وشوي من الفانيلا، مش ضروري هيك ممكن تحطوا باكيت من الفانيلا العادية، انا بحط سائلة عندي لانها هلا نبلش تحط طحين حسب العجينة ما تاخد. هلا ما بدي اعمل في هاي، بدي اعجن شوي شوي بسم الله، هيك هي انا جبت معلقة بسكوت المعلقة على السريع، بدي احرك اشوف قديش بده طحين، هاي هاي العجينة هيك منيحة، بدها شوي صغيرة طحين على اساس احنا ما حنشكلها لا بالايد ولا بأي تشكيلة، بالمعلقة وبس شوي صغيرة بدي احط. انتوا بتشوفوا العجينة كيف حسبتها في عندكم بسم الله، تقريبا هيك بنحركها منيح خلاص ما بدها، بس بدي هلا احط عليها في الاخر بعد ما يتجلس الخليط الزيت اللي خليناه بالاخر على اساس ما نتغلب، نطلعها بالمعلقة هي هيك، لازم المعلقة تكون نظيفة. هلا نخلط شوية الزيت اللي عنا هيك هي لما نشكل عشان ما نتعذب، هي هلا بدي اجيب صينية ونبلش نشكل فيها على السريع. حميت الفرن انا، بجيب الصينية هيك هياتو، انا جبت الصينية وهي بالمعلقة حسب انتو بتحبوا كبير القطعة ولا لا، هيك بس بنحطهم وبنرص هيك الزيت بساعدنا اكتر ما تلزق. انا عندي كمان معلقة تانية هيك هاي نزل اياها اسرع هيك. كتير سهلة وسريعة بتحتاجش وقت على السريع، بس بنحطها هيك وخلص، لازم الزيت بالاخر ينحط على اساس ما تلزق معكم، هاي هاي نرصهم كلهم ونحطهم بالفرن هلا بس يخلصوا، لان انا حميته يعني الفرن حامي. لما نخلص كل الكميه اللي عندنا هيك هي تشكلتهم، ممكن اذا بتحبوا بتظبطوا شكلها بس انا خليتها هيك يعني بالمعلقه على السريع، وحطهم بالفرن ولما يطلعوا بنشوف كيف. هي البسكوت طلع عندي اقل من 10 دقائق كان طالع، شويه بس اسيبه يبرد واحطه بالجات واقدمه. هياتوا عند البسكوت جهز، يعني هاي اسرع طريقه ممكن تعملوها قبل الضيف ما يجي عندك ويروح، ما
بتكونوا مجهزينها ومخلصينها، وان شاء الله بتعجبكم الطريقة. وما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، وصحة وهنا ان شاء الله.